لو كنت قاعد لوحدك بتتفرج على التلفزيون وبتقلب في القنوات بتدور على حاجة تشوفها، لقيت قدامك فيلم لفطين عبد الوهاب، على طول بتقف وبتقول اتفرج شوية وبعدين اقلب، لكن بتلاقي نفسك الفيلم بيسرقك وبتتفرج بدون ما تحس لغاية النهاية، وبتضحك على نفس الإفيهات والمواقف اللي انت شفتها قبل كده وحافظها وبرضه بتضحك عليها. تعالوا النهاردة نتكلم شوية عن واحد من اهم واكبر مخرجي الكوميديا في السينما المصرية، خليكم معنا. يعني ده مش حسن الشيال، فاهم؟ لا ابدا. موكب سلطاني يتحرك. انتوا قاعدين كده ليه؟ الحفله ابتدت من الصبح. ايوه يا عم، الله يحنن عليك، هتشوف هند حبيبه القلب الليله دي، حاجه تجنن، حاجه تلحس. انا مستعد ابيع نص عمري، اهلا وسهلا، عشان اشوفها واكلمها وهز. حضره الاستاذ عادل هيكل خطيب هند رستم، اللي عاوز تبيع نص عمرك علشانها اتفضل بيع عمرك كله بقى. اتكلمنا في حلقه قبل كده عن كوميديا الموقف، قلنا انها تعتبر من ارقى انواع الكوميديا، واللي فيها بتطلع الضحكة تلقائي من المشاهد عن طريق موقف ما، غالبا بيكون مبني على سوء فهم، ومن هنا بتتولد الكوميديا. بيدعمها الإفيه اللي كلما كان في محله وفي وقته بيدي المشهد قوة ويساعد على تثبيته في دماغ المشاهد. تلاقيك لو مريت بموقف مشابه في حياتك بتقول نفس الكلام اللي اتقال في المشهد، وهنا طبعا بيجي دور حبايبنا اللي حافظين إفيهات الافلام. عاشق للإفيهات، عاشق واكل دماغي. ومن هنا كان تخصص فطين عبد الوهاب في تقديم الأفلام الكوميدية. رؤية فطين عبد الوهاب في تقديم أي مشهد أو أي موقف كوميدي بيكون بشكل متميز عن غيره من المخرجين. المشهد غالبا بيكون جزء لا يتجزأ من أحداث الفيلم، يحكمه مع غيره من المشاهد سيناريو مترابط قوي بتكمله صورة سينمائية احترافية. غير انه كمخرج كان عنده قدرة رهيبة في اكتشاف الحس الكوميدي عند اي ممثل، واعادة تقديمه بشكل جديد يختلف عن الشكل اللي اشتهر بيه قبل كده. الكوميديا عند فطين عبد الوهاب ممكن قوي انها تنبع من قلب المشاهد الرومانسية، من قلب الدراما والتراجيديا، من قلب الاستعراضات، وتتميز افلامه كلها بلا استثناء بالنهاية السعيدة، مش لانه كان تقريبا عرف في الزمن ده وبس، لكن علشان ما ينفعش بعد الجرعة الكوميدية الرهيبة اللي اخدها المشاهد ان هو يختم ختام مش كويس. تعالوا نتفرج سوا على عدد من مشاهد فطين عبد الوهاب علشان نقدر نفهم اكتر ليه كانت الكوميديا بتاعته متميزة عن غيره بمراحل. يا ندمتي، انت عندك رجالة يا بابا؟ لا ده مش رجالة، ده حسونة ومصريه. في فيلم الأنسة حنفي عام 54 قدم فطين عبد الوهاب صورة فانتازية لعملية تحول جنسي نتج عنها تحول حنفي الشاب الراجل الحمش اللي كان فارض إرادته على أهل بيته ومؤيد حريتهم إلى فيفي البنت الخجولة اللي بتتحفظ في التعامل مع الناس، وإن كان ما زال فيها من صفات الرجولة الصوت العالي وبس. عمليات التحول الجنسي ما كانتش معروفة في عالمنا العربي وقتها، في وقت تناقلت فيه الصحف أنباء عن إجراء عمليات تحول ناجحة في الولايات المتحدة. مسك فطين عبد الوهاب الفكرة دي بمساعدة الصحفي والكاتب جليل بنداري، نجحوا في إن هم يطلعوا منها كوميديا موقف استمرت معانا لساعتين تقريبا طوال مدة عرض الفيلم. فقال عنه بعض النقاد إنه سبق عصره في تقديم كتير من الأفكار. قل لي يا بصرية، يا ترى الناس بتقول عليا إيه؟ فرحانين لك قوي، وبقول الحمد لله ارتاحت من الشغل والقرف اللي احنا فيه، سلامات فيفي. كمان تمادى فطين عبد الوهاب في فكرته الى ان فيفي اللي كان اصلها حنفي حبت زيها زي اي بنت، اتجوزت ابو سريع من وراء اهلها ورجعت لهم علشان تولد في مشهد يعتبر اشهر مشاهد الكوميديا في السينما المصريه. يا رب يا رب العين، ورغم ان ده طبيا طبعا مش صحيح، بس هو قدمه في سياق كوميدي قوي يمنع اي مشاهد تماما انه يفكر في منطقية اي حاجة. تعالي هنا يا محفية الذكر والامل يا فيفي، انت الراجل بيقدم لك الوقت ما خدتهوش ليه؟ اصلي مكسوفة يا دان.
زي ان عمل حلوة نوع جديد نادر، واخد بالك مخبية راسها هربانة من الصيادين، فاهمة ان محدش شايفها. غالبا ما تكون الكوميديا في افلام فطين عبد الوهاب مغلفة بشيء من الرومانسية. اشهر مثال على كده فيلم الزوجة رقم 13 عام 62. الكوميديا في الفيلم ده بتنبع من حب مراد الشاب الغني لعايدة البنت الجميلة بنت الوزير الاسبق اللي الزمن جار عليهم وبقوا يسكنوا في الاوتيلات بالدين. مراد الشاب المستهتر اتجوز 12 ست قبلها، لما بتعرف عايدة انها رقم 13 بتقرر الانتقام منه على طريقتها. مش هيمس شهر فيا، ذنب ال 12 حطق له من عيني. القصة محاكاة عصرية لرواية الملك شهريار من كتاب ألف ليلة وليلة، بس على طريقة فطين عبد الوهاب. من الفكرة دي تولدت كتير من المواقف الكوميدية اللي شفناها طول الفيلم. ألو إيه؟ سعادة صار الباشا عبد الصبور وزير الأوقاف الأزمة؟ يا سيدي أنا والله العظيم أنا. استمر بالنفس. كمان في فيلم عفريت مراتي عام 68 شفنا صالح موظف البنك اللي بيحب مراته عايدة، واللي كانت عندها حالة غريبة بتتقمص أي شخصية تعجبها من شخصيات أفلام السينما، محدش يقدر يوقفها. ورغم أن ده برضو عمليا مش صحيح، لكن كان تبرير السيناريو ضمن سياق مترابط أقنع كتير من المشاهدين. المواقف الغريبة دي هي اللي بتولد الكوميديا اللي شفناها طوال مشاهد الفيلم اللي كلنا عارفينها، ما نحسش بملل أبدا لما بنتفرج عليها مهما تكررت المشاهدة. الفيلم كمان كان فيه إعادة لتقديم مشاهد قديمة من السينما المصرية بشكل متميز. في مشهد ريا وسكينة رغم انه استخدم نفس كلمات الحوار في المشهد القديم، لكن اداء شادية اللي كان بشكل كوميدي متميز اعاد تقديم المشهد بصورة جديدة. وفي مشهد ايرما لادوس كانت فرصة لتقديم اغنية خفيفة تزيد من حلاوة المشهد. دمي شخبط وتغيد لكد والحلويات لها ذوق مخصوص. انا اغمل لدوس، انا وفي فيلم صاحبة الجلالة عام 63 عاد فطين عبد الوهاب تقديم فكرة قديمة سبق وتقدمت في فيلم سي عمر لنجيب الرحاني عام 41، لكن فطين عبد الوهاب قدمها بشكل مختلف. الإطار العام للقصة نابع من عدد من المواقف الملخبطة اللي بينبع منها إعجاب حسن الشيال بالست نوال مضيفة الفندق اللي كان نازل فيه عظمة السلطان مارينجوس الأول، واللي كان صورة طبق الأصل من حسن الشيال. المواقف اللي ابتكرها فطين عبد الوهاب في الفيلم ده تعتبر نموذج للاقتباس الصحيح للأفكار القديمة. بعد بالفكرة عن شكلها القديم قدمها بشكل مختلف تماما، نجح في انه يشد المشاهد لآخر دقيقة في الفيلم. هكذا يجب ان يكون الاقتباس. ذوق سلطانكو غريب قوي، اسمعنا الغسالة يعني مزاجه كده. مزاجه كده قولي. هلا نعم. هي امه كانت بتشتغل ايه؟ ام عظمته كانت من خلاص يا بجم بتقول ايه؟ قدم فطين عبد الوهاب كمان مشاهد استعراضية عديدة في قلب افلامه الكوميدية. اشار فيلم نهارك سعيد عام 55 واللي قدم فيه منير مراد عديد من الاستعراضات الغنائية اللي اتقدمت في قالب كوميدي. استعراضات منير مراد كانت بشكل كاريكاتيري صرف، اشبه برسومات كتير من الفنانين على صفحات الجرايد من ناحية الملابس والاكسسوار حتى كلمات الاغنية. بيدوروا مش لاقين كورة، وإن ما لقوش راح تبقى مصيبة. إلى جانب كده شفنا الاستعراض التاريخي في فيلم عروس النيل عام 63، لما المهندس سامي أخد هميس عروسة النيل علشان يفرجها على احتفالات الفيضان أو عيد وفاء النيل اللي كان بيتعمل كل سنة في القاهرة. الاحتفال ما عجبش هميس وقالت له دي حفلة وفاء النيل أو حاجة كده على قدنا. أنا حوريك حفلة. قدم فطين عبد الوهاب استعراض متكامل استعان فيه بكتير من فنانين الباليه اللي قدموا محاكاة بصرية لاستعراض مصري قديم من حيث الملابس والديكور والاكسسوار والرقص الايقاعي والموسيقى. واللي تميزه في سينما الاستعراض قدم كمان الفيلم الغنائي، وهو نوع من الافلام انتشر في مصر بعد نجاح الفيلم الامريكي قصة الحي الغربي او ويست سايد ستوري عام 61. قدم فطين عبد الوهاب فيلمه الجميل اضواء المدينة عام 72،
واللي فيه كانت الأغاني بديلة عن كلمات الحوار في كتير من المشاهد، تحمل الأحداث عديد من المواقف الكوميدية إلى جانب عديد من الإكسسوار والملابس القيمة اللي زادت الصورة غنى وجمال. فلفل شطة ملح في عينك، أيوة يا بنتي أنا برنسيسة، أنا برنسيسة. كر يا ده وكر يا ده وشكاب البتة وللكح، اوعى يا بنتي تصدقي روحي طلعت روحي. عليك هاتي بوكة. كلامك مين اللي مين اللي بيتوجع؟ ده وحيد، وحيد عشان سايلني. خد كلم عمك يا وحيد. الكلب ابو عيل يا بنت الرفضي. ومن اكبر مميزات كوميديا الموقف انها مش بتتطلب قوي ممثل كوميدي انه يقدم الدور، لان الكوميديا بتبقى نابعه من الموقف نفسه، من السيناريو او من الكتابه، مش من الافيه، او بمعنى اصح مش بتعتمد على شخصية الممثل ولكن على الشخصية اللي بيلعبها الممثل، اللي بتبقى مبنية ومدروسة على اكمل وجه في السيناريو. في افلام فطين عبد الوهاب شفنا كتير من نجوم الميلو دراما بيقدموا كوميدي، ورغم ان غيره ممكن يشوفها مغامرة مش محسوبة، لكن فطين عبد الوهاب نفذها باتقان اكتر من مرة، زي فاتن حمامة في الاستاذة فاطمة عام 54. لو نشوف مشهد المرافعة الشهيرة بتاعتها نلاقي ان كلمات الحوار نفسها ما فيهاش شيء يضحك، لكن الضحك جاي من الموقف نفسه. حضرت العادي وبعدين كمل يا استاذة. انا وقفت فين؟ كما يسرق الثعلب الفراخ والكتاكيت. متشكرة يا حضرة القاضي. كمان اعاد اكتشاف رشدي اباظة في الزوجة رقم 13 بعيد عن ادوار الجدة اللي اشتهر بيها، بيساعده في المشهد عبد المنعم ابراهيم، واحد كوميديان كبير ومعروف هو اللي يرمي الافيه ورشدي اباظة يشتغل عليه، فيبقى المشهد الكوميدي متكامل. خطبتها في سيدي جابر وكتبت الورقة في كفر الزيات ودخلت عليها في طنطا وطلقتها في بنها. وفي مراتي مدير عام قدم صلاح ذو الفقار وشادية الاتنين في قالب كوميدي جميل، حتى لو كانت كلمات المشهد مش كوميدية، لكن السياق العام بيجي وسط كتير من المتناقضات اللي بتولد الكوميديا. ما يا ست انت تعالي هنا بقى شوية. عايز حاجة يا حبيبي؟ ده الى جانب كتير من نجوم الكوميديا وقتها اللي كانوا بيساعدوهم بكتير من الافيهات. الحكايه يا سياده المديره ان الاستاذ حسين دايم النزاع مع زوجته. مش معقول. اصلها بعيد عنك ست وحشه شرانيه وكئيبه الوجه. اي والله كئيبه الوجه. وفي إشاعة حب عام 1960 قدم كلا من عمر الشريف ويوسف بي وهبي في واحد من أجمل أدوارهم هما الاثنين، اللي اشتهروا قبل كده بتقديم التراجيديا والميلودراما، شفناهم بشكل مختلف تماما في الفيلم ده، حتى لما قدم يوسف بي وهبي نفس الشخصية في فيلم البحث عن فضيحة عام 72 حسينا كلنا بالفرق الكبير، رغم ان هو هو الممثل وهي هي الشخصية وهو هو نفس السياق الكوميدي تقريبا، لكن الاختلاف هنا طبعا شيء ملموس. حتى إحسان شريف أو بهيجة بنت سلطح بابا، ورغم أنه شخصيتها كانت بعيدة عن الكوميديا لأنها برضو طالتها بعض المواقف، كمان لما قدم يوسف بيه شخصية مشابهة في اعترافات زوج عام 64 كانت إفهاته بتنافس فؤاد المهندس اللي هو بطل الفيلم. وحيد ما تخافوش عليه، هطلعها على أني من مهلي. انت جنيت يا وحيد؟ ايه؟ انت شايل الهوى. هوى؟ وفي اغلب افلام اسماعيل ياسين قدم لنا فطين عبد الوهاب الفنان رياض الاصابجي في شخصيه الشاويش عطيه. رياض الاصابجي كان مشهور قبل كده بادوار الشر الخالصه اللي كانت في الغالب بعيده عن الكوميديا، زي الحرامي او لص القوافل او عضو العصابه، وده يمكن لامكانياته الشكليه او الجسمانيه. نظره فطين عبد الوهاب المختلفه ليه قدمته في شخصيه جديده كوميديه، وبرغم تكرارها في عديد من الافلام لكن كل مره كانت بتتقدم بشكل جديد. في مشاهد كتيرة كان بيزايد على اسماعيل ياسين في الكوميديا وبيسرق منه الكاميرا. كلها ربع ساعة ويجي حضرة الضابط عشان يستلمها، مش هيلاقي فيها إلا الديل الديل. وفي أفلام فطين عبد الوهاب بشكل عام بنلاقي للمرأة وضع خاص، بل ومكانة خاصة، شفناها في الأستاذة فاطمة اللي كانت بتحاول تحقق ذاتها وتلاقي لها مكانة خاصة في المجتمع وبتنجح في ده،
في مراتي مدير عام بتنجح فعلا في انها تحقق ذاتها وتثبت جدارتها بقيادة مؤسسة كبيرة فيها موظفين كتير منهم جوزها. وفي الزوجة رقم 13 بتنجح في تغيير شخصية جوزها بالحيلة، بتنتصر على كل حيله وألعابه لغاية ما بيسلم وبيرجع لبيته وشغله. وفي عفريت مراتي كانت الزوجة هي مفتاح الحل اللي ساعدت جوزها وأصحابه في الخروج من الورطة اللي لقوا نفسهم فيها بعد ما كانت مصدر مشاكل لجوزها ومش عارف يعمل معاها ايه. وفي كرامة زوجتي عام 67 بتقدم الزوجة درس في منتهى الحيلة والذكاء لجوزها المستهتر علشان تعلمه ازاي يحافظ على كرامة مراته. أمثلة عديدة بنلاقيها في كل أفلام فاطين عبد الوهاب تقريبا اللي بتنتصر للمرأة وبتعلي من قيمتها تماشيا مع الاتجاه اللي كان سائد في المجتمع وقتها. وخروج السينما ممنوع، والفستان المحزة اللي على جثتك ده ممنوع، دي كامر اللي في خلقتك ده ممنوع. ده رأيي وليا علشان انتوا بيتك. روح دلوقتي اقف في البلكونة، هتلاقيها قاعدة في اوضتها. صباح الخير هتقولك صباح النور. افرضي مش واخدة بالها. كح كح، اخبط درفة الشباك، اعمل اي حاجة. الله، طب ما هتعرف اني قاصد. وماله يا محمد، يبقى احسن. اسمع الكلام ده، احنا نحب الحركات دي قوي. وفي اواسط الستينات قدمت السينما المصرية عديد من الافلام عبارة عن 3 قصص او 4 منفصلين عن بعض، كل منهم بتتقدم بشكل مستقل عن التانيين. قدم فاطين عبد الوهاب الحكاية الثالثة في فيلم البنات والصيف عام 60، واللي كان بطلها عبد الحليم حافظ وسعاد حسني وزيزي البدراوي، ولكن في شكل بعيد شوية عن الكوميديا. في فيلم 3 لصوص اخرج فاطين عبد الوهاب الحكايه الاولى اللي كان بطلها صلاح ذو الفقار وهند رستم. التجربه دي مش عارف ليه ما استمرتش في السينما. بالنسبه لشباب المخرجين من الجيل الحالي، ممكن تكون فرصه حلوه لانتاج فيلم بتكاليف قليله يقدم فيه موهبته للناس بدل من انتاج فيلم روائي طويل. السينما المستقله ممكن تقدم افلام كتير ونجوم كتير من ممثلين ومخرجين ومصورين، وكلما كانت الحكايه حلوه كلما ضمنت كمان الانتشار التجاري في دور العرض وشباك التذاكر. الجمهور عنده استعداد انه يتفرج على افلام حلوه حتى لو كان اللي فيها كلهم جيل جديد. يا بنتي الايه، انا كنت بسال نفسي دايما المعلم مدبولي بيعمل ايه بالفلوس اللي بيسرقها دي كلها. دلوقتي بس انا عرفت جواب سؤالي. وبعيدا عن الكوميديا، قدم فاطين عبد الوهاب عدد من الافلام التراجيديا زي الاخ الكبير عام 58، والرومانسيه زي الغريب عام 56، نساء في حياتي 57، عندما نحب 67 وغيرها. الافلام دي ممكن يكون نجاحها التجاري وقتها مش زي نجاح الافلام الكوميديا طبعا، لكن ما زالت عايشه معانا لغايه النهارده، بنشوفها على كتير من قنوات الافلام. وفي يا سيدي واحد من دمك اتمنى لك الخير وعايزك تبقى سيد الناس طويل وعريض. ده يبقى عود اخويا. ولان فاطين عبد الوهاب اصلا كان ضابط في الجيش، قدم لنا عديد من الافلام عن اسلحه الجيش المختلفه، المشاة والبحريه والطيران والبوليس الحربي او الشرطه العسكريه بلغه دلوقتي، الى جانب البوليس والبوليس السري. ده طبعا كان بمعاونه اسماعيل ياسين واللي كان اشهر نجوم الكوميديا وقتها في سلسله الافلام الشهيره اللي كانت بتحمل اسمه واللي شكل فيها فاطين وياسين ثنائي ناجح. الافلام كانت بدعم من الدوله بهدف انها تنقل الصوره اللي كانت بعيده عن كتير من الناس من داخل السكنات العسكريه ومعسكرات اعداد المستجدين، من فوق قطع الاسطول البحري او حتى في حظائر اسراب الطيارات المقاتله، المنشات العسكريه اللي كانت بترفع شعار ممنوع الاقتراب او التصوير. فاطين عبد الوهاب تجول بكاميراته جواها بحريه، نقل صوره شبه واقعيه ولكن بشكل ظريف وجديد على المشاهد وتؤدي الغرض بتاعها. كل ده كان بهدف تقريب المؤسسه العسكريه للجمهور في مطلع عهد ثوره 52. وبغض النظر هل الافلام دي حققت غرضها ولا لا، فقصص الافلام دي كلها كانت كوميديه، الجمهور حبها وحفظ مشاهدها، ما زال بيرددها باستمرار لغايه النهارده، الى جانب انها بتحتوي على مشاهد وثائقيه طويله للمنشات العسكريه والقطع الحربيه اللي كانت موجوده في الوقت ده في الجيش. بيعرضها فاطين عبد الوهاب وسط الاحداث بدون ما يشعر المشاهد باي ملل. هما فين اخوات الضفادع البشريه اللي بيقولوا لنا عليهم دول؟ تصور يا محمد.
وإلى جانب الحبكة الكوميدية الجميلة بيقدم فطين عبد الوهاب في أغلب أفلامه كادرات تدل على مهارته في الإخراج واهتمامه بالصورة. بعض المشاهد بنشوف الكادرات فيها ثلاثية الأبعاد، في المقدمة في تفاصيل وفي الخلفية في تفاصيل تانية بتشد عين المشاهد، وأحيانا بيتحرك بعض الممثلين علشان يفتحوا الكادر ويلفت نظر المشاهد للي بيحصل في الخلفية من غير ما المخرج يحرك الكاميرا ولا ياخد منظر تاني. أحيانا زوايا التصوير مش بتكون تقليدية علشان تدي إيحاءات معينة للمشاهد، في حين كتير من مخرجين الوقت ده كان الكادر بتاعهم أشبه بخشبة المسرح. كلمنا تفصيلا عن النقطة دي في حلقة المخرج حسن الإمام. الحاجات دي وإن كان مش كتير من المشاهدين بيلاحظوها، لكن بتدي انطباع عن رؤية المخرج الغير التقليدية، مدى تمكنه من أدواته السينمائية واللي ولا شك بتميزه عن غيره من المخرجين. هناك هناك حاضر. ها بس كح أفندم. كح مش عاوز كح أفندم. يعني أنا كح يا فندم. كح من غير سبب قلة أدب. بس كح حاضر. ولأن كل مخرج محترف لازم يكون له رؤية في السيناريو، ده إن ما كانش هو اللي كاتب السيناريو أساساً، كتب فطين عبد الوهاب عدد من سيناريوهات أفلامه زي جوز الأربعة إنتاج عام 50، كلمة الحق وعبيد المال 53، نهارك سعيد وإسماعيل ياسين في الجيش 55، إسماعيل ياسين في البوليس 56، إلى جانب اشتراكه في سيناريوهات عديد من أفلامه مع سيناريست محترف زي علي الزرقاني أو فاروق صبري أو يوسف عوف أو أشهرهم على الإطلاق أبو السعود الإبياري، واللي نجح معاه في اقتباس عدد من أفلام الممثل الفرنسي فرنانديل وإعادة تقديمه بأفكار جديدة مع أفلام إسماعيل ياسين. هنتكلم في الموضوع ده تفصيلا في حلقة تانية، انتظرونا. Ça, ma femme, c'est pas pareil. C'est... Tous les soirs, elle m'attend derrière la porte pour m'engueuler. Ah oui, vous savez, les femmes... ازيك؟ زي الناس يا فندم. افندم مين؟ ده انا الحرامي ابو. انا غلطان غلطان يا فندم غلطان. وختاما نقول بكل ثقة إن كان للكوميديا عرش في السينما المصرية، فأول واحد جدير بيه هو فطين عبد الوهاب. لو معتبرها مبالغة مني تقدر تسأل أي حد من زمايلك إنه يعدلك 10 أفلام كوميدية مصرية من الذاكرة، لو ما لقيتش فيهم 6 أو 7 أفلام على الأقل لفطين عبد الوهاب يبقى لك كلام. أفلامه تستحق إنها تدرس في معاهد السينما، يتعلم منها المخرجين والكتاب إزاي تتعمل الكوميديا الراقية المبنية على الموقف مش مجرد إفيه يضحكنا وخلاص. وعلشان كده جميع أفلامه بتنال إعجاب الأجيال اللي جت بعده، وجت السوشيال ميديا حاليا علشان تؤكد على الموضوع ده في الجيل الحالي. في قايمة أفضل 100 فيلم مصري واللي تمت باستفتاء النقاد على هامش مهرجان القاهرة عام 96، هنلاقي فطين عبد الوهاب له فيلم واحد بس من 100 فيلم. لكن كمان مش هنلاقي نصيب كبير لأفلام الكوميديا عموما في القايمة، لولا كده طبعا كنا هنلاقي لفطين عبد الوهاب نصيب الأسد، لأنها فعلا أفلام تستحق إنها تعيش لسنين وسنين في ذاكرة السينما وذاكرة المشاهد. قولونا في التعليقات عن أفضل أفلام لفطين عبد الوهاب من وجهة نظرك، قولنا كمان على اللي ما عجبكش في أفلامه، اختاروا بين أفضل دويتو فني قدمه فطين عبد الوهاب، هل أفلامه مع إسماعيل ياسين، ولا أفلامه مع فؤاد المهندس، ولا أفلامه مع رشدي أباظة وشادية، ولا أفلامه مع صلاح ذو الفقار وشادية. احتمال تبقى المقارنة صعبة المرة دي، لكن أيا كان هنستنى آرائكم وتعليقاتكم أسفل الفيديو أو في حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. اللينكات هتلاقوها تحت في الديسكريبشن او في شاشة النهاية. واللي عايز يقرا اكتر عن سينما فطين عبد الوهاب او غيره من المخرجين هتلاقوا في مدونة غاوي سينما، اللينك هتلاقوه فوق في الدائرة البيضاء او تحت في الديسكريبشن او في شاشة النهاية. لايك الفيديو لو عجبك وشير لو عجبك قوي يمكن يعجب حد من اصحابك. لو بتشوفنا لاول مرة ياريت لو تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خاصية التنبيهات من الجرس علشان يوصلك كل شغلنا، ولو عايز تشوف مزيد من حلقاتنا استنى الشاشة اللي جاية. نشوفكم دايما على خير. مالك؟ مكسوف من ايه يا اخ؟ متأسف، اسحب كل اللي قلته. هتسحب ايه ولا ايه؟ ده انت عليك انشة اباحة. بس عشان اقولك حاجة بعد كده ما تبقاش تعرضني. هنا في مخ. انت هنا خلاص؟ انت هنا.